مشيت ما مشيتش، ما عدتش عند اللي رايح من ناحيه الشمال كان مجنح في فرانك ايتوجا، تتقطع الهجمه المرتده. حلوه قوي الكوره، بينيه حلوه من هو بلاتي توري، محاوله مصطفى فتحي خد الراجل على الثابته، واحده والثانيه وحط الكوره في اجمل صوره يا ولد، فيها تسلل يبقى احلى جول ما جاش، يبقى احلى جول ما جاش. حط الكوره في اجمل صوره، لسه بتكلم ولسه بقول محتاج ترقصتين في محاولتين يكسب الثقه ويطلع اللي عنده بين سواه. هنا 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 بص، بعد الكاميرا ما تمشي صبر رحيل مغطي الناحيه الثانيه، بس برضو الخطوط تفرق. شوف شوف شوف، متع عينك واستمتع، متع عينك واستمتع. ابن الريح متحدي الجاذبيه، ياخد الراجل على الثابته، رايح جاي رايح جاي مصطفى فتحي. شوف بص، رفع عينه، كان معاه هنا عبد الله عبادي، خده على الثابته على بره وبعدين قطم على جوه وبيمينه حط مطرقه موجهه في وقتها كرباك، كره توجع الشباك، لازم نعلق عليها حتى وان كان لغايه دلوقتي هدف غير شرعي او مش رسمي، لكن شوف ترقيصه بمعلمه، معلم معلم، ومنه الصغير والكبير يتعلم. جوهره حقيقيه وهزيمه واحده في السكه، افريقيا ودوري. قال لك ايه؟ قال لك جول. قال لك ايه؟ قال لك جول. هدف رسمي فهمي نظمي، قلت خدوها مني، قلت خدوها مني. صبري الرحيل كان مغطي وما بنتش في اول وهله من اول زاويه في ناحيه الشمال، كان مغطي. هنا 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 شوف امامنا، شوف امامنا الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه على الخط من هناك، صبر الرحيل كان مغطي. اذا ما فيهاش تسلل، وهدف رسمي فهمي نظمي من اجمل اهداف الدوري في هذا الموسم. خد كورته